جانب من أشجار العرعر المكون النباتي الرئيسي من الأشجار في جبل قدس. هذه عرعرة متوسطة، هذه أوراقها المعروفة الأبرية المميزة، وهذا الوادي أو الشعب تحديدا في الجبل يتميز ببقايا الشجر. ويذكر الشيخ حميد الرويتعي أن هذا الشعب كان مغطى تماما في الماضي القريب من هذه الأشجار، والتي بقي الكثير منها في جنبات هذا الوادي الجميل بها وبالنباتات الأخرى.